كانت رسالة أقدمها لأحبابي المشاهدين الذي يسمعني الآن. أنا أقول الرسالة هذه، كم من إنسان يا شباب في جواله، في جواله مقاطع إباحية إلا من رحم ربي وقليل بإذن الله، مقاطع فضائحية وفرحان زائد 18 ورسائل وصور والله محرمة، وحاط في جواله إيش رقم سري ما حد يفك له. أنا أقول يا حبيبي الغالي، ترى اللي يشوفك الله، اللي ينظر فيك الله سبحانه وتعالى. كم من إنسان راسل، كم من إنسان راسل هذه المقاطع، والله الذي نفسي بيده مات. كم من إنسان عنده ايميلات أرقام سرية وقرنشة وأمور كلها مقفلة بأرقام سرية، مات ما يعرف الرقم إلا هو، مشترك في قنوات ومشترك في أشياء سنوات عديدة وكلها تبث والعياذ بالله الفضائح، وتبث يا أحبتي بالله المعاصي والذنوب. طيب مات وهذه تمثل. أنا أقول رسالة ولن أطيل عليك، وأنا أقول اسمعني، والله إني خاطب العاقل وخاطب الرجل وخاطب الفتاة وخاطب كل من يحبون الدين. احذر، انتبه، احذر، انتبه. إن لم يكن لك صدقة جارية بعد الموت، احذر إلا يكون لك ذنب جاري بعد الموت. إن لم يكن لك صدقة جارية بعد الموت، احذر إلا يكون لك ذنب جاري بعد الموت. احذر وانتبه. ترى اللي يشوفك الله، ترى اللي يشوفك الله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا.